إلهي بحق شفيع الأنام، بحق النبي وآل النبي الهداة الكرام، بحق علي علي المقام، بحق الكساء ومن بالكساء، بحق البتولة خير النساء، بحق النبي، بحق الوصي، بحق الزكي، بأم الشهيد وأخت الشهيد، بحق الشهيد المعفر في كربلاء. إلهي بزين العباد وباقر علم التقى والرشاد، بجعفر، بموسى، بمن في خراسان يهدي النفوس، بباب المراد بحق الجواد، وابن الجواد علي الحقائق للناس هاد، وبالعسكري إمام رضي رفيع العماد. إلهي بحق الحبيب الذي لا نراه ولكن تغلغل فينا هواه، يمر على حينا كل حين فتشهق أرواحنا من شذا، بحق الدموع على وجنتيه، بحق الدعاء على شفتيه، بحق هموم الرسالات تبكي بحزن على كتفي، بحق اصطبار حسام الفقار، إلهي ودمع الإمام يسيل عليه. إلهي أعني وثبت فؤادي على حب حيدار، وفي يوم يظهر إمام مظفر، فخذني إليه نصيرا وعبدا، ودعني أموت هنالك حبا، بقلب تربى وهام وشبا، بحب النبي وآل النبي، وصهر النبي إمامي علي.